اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، لا زال حديثنا موصولا حول أسماء الله الحسنى التي وصف الله تعالى نفسه بها وأمر عباده أن يدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد ذكرنا أن هذه الأسماء التي عدت في بعض الأحاديث ب99 هي أكثر من 99، كما هي مذكورة في القرآن الكريم. وتحدثنا عن بعض هذه الأسماء الحسنى، عن اسم الله الأعظم والأول لفظ الجلالة الله، وتحدثنا عن الرحمن الرحيم، وتحدثنا عن رب العالمين، ونتحدث اليوم عن اسمي الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما في آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. وكما جاء في أوائل سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وكما جاء في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. سنة القرآن بالنسبة لأسماء الله تعالى وصفاته هي النفي المجمل والإثبات المفصل، على غير ما كان عليه الفلاسفة والمعتزلة وكثير من المتكلمين، أنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. فعندهم صفات الله مجموعة من السلوب، ليس بكذا، ليس بدوهر، ليس بعرض، ليس داخل العالم، ليس خارجا عن العالم، ليس متصلا به، ليس منفصلا، كل ليس ليس، أما هو ما هو. فالصفات الإيجابية قليلة عندهم والسلبية كثيرة جدا. القرآن عكس هذا، صفات السلبية محدودة، كما قال تعالى لم يلد ولم يولد،
ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه هذا النفي، نفي التشبيه عن الله، نفي الشريك عن الله. لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يتخذ ولدا. وأما الإثبات فكثير جدا، هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يحيي ويميت، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالتفصيل في صفات الله تعالى وأسمائه هو منهج القرآن، ولذلك القرآن أثبت هذين الاسمين العظيمين اللذين جاء فيهما عن ابن عباس أنهما أعظم أسماء الله عز وجل بعد اسم الجلالة، الحي القيوم. ما الحي؟ الحي الموصوف بالحياة. وما هي الحياة؟ نحن حتى في عالمنا هذا لا نعرف كنه الحياة، حقيقة الحياة ما هي، ولكن نعرف الحياة بآثارها. علماء الأحياء يقولون الأحياء لها خصائص وآثار، الحياة لها خصائص وآثار، الغذاء، النمو، الحركة، الإفراز، هذه أشياء كلها يعني آثار للحياة. إنما ما هي الحياة؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن هذه الأشياء. الله لا ينمو كما ينمو النبات أو الحيوان، لأن ما يقبل النمو يقبل النقصان، والنمو تغير، والله تعالى يستحيل عليه أن يتغير، هو كما كان، لا يعتريه تغير ولا زوال ولا تبدل ولا تحول. فهذه الآثار والخصائص التي للحياة التي نعرفها لا تجوز على الله عز وجل. نحن نعرف الحياة في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان وفي الملائكة، حياة بعضها أعلى من بعض، حياة الحيوان أعلى من حياة النبات. النبات ينمو ويتغذى ويتنفس ويفرز، ولكن لا يتحرك بالإرادة كما يتحرك الحيوان. حياة الإنسان أعلى من حياة الحيوان، لأنه فيها إدراك وفيها عقل، والحيوان لا يعقل ولا يدرك. حياة الملائكة أعلى من ذلك، لأنها مستغنية عن الغذاء وعن الطعام وعن الإفراز وعن النمو وهذه الأشياء، حياة أعلى من حياة الإنسان. ولكن حياة الله تعالى أعلى من كل هذه الحيوات. إن الله سبحانه وتعالى لا يغتذي كما تغتذي النباتات والحيوانات والإنسان، كما قال الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هو يغذي غيره لكنه لا يغتذي، لا يحتاج إلى هذا، يطعم ولا يطعم. وكما رد الله على النصارى الذين عبدوا المسيح وأمه وجعلوهما إلهين من دون الله، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام.
كيف يكونان إلهين وهما يأكلان الطعام ويحتاجان إلى الطعام، وبدون الطعام يموتان، ومن يحتاج إلى الطعام يحتاج إلى الإفراز، فكيف يكون هذان إلهين كان يأكلان الطعام؟ الله سبحانه وتعالى له حياة غير هذه الحيوات كلها، حياة كاملة غير ناقصة، وحياة أبدية أزلية لم تنشأ من عدم. نحن أحياء، ولكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نحن كنا أمواتا أي عدما فأحيانا الله، أعطانا الحياة، فحياتنا مخلوقة وحادثة. حياة الله ليست حادثة ولا مخلوقة، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فحياته أزلية أبدية، لا يعتريها موت ولا يعتريها نقص ولا زوال قط. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكل على الحي الذي لا يموت. إذا أردت أن تعتمد على أحد فلا تعتمد على شخص يموت بعد حين، له أجل مسمى، طال هذا الأجل أو قصر سيموت. ولذلك ذهب بعض الناس يسأل عن رجل من الخيرين المحسنين، فقالوا له جيرانه ومن حوله: الرجل مات رحمه الله. فظل الرجل يبكي. على ما تبكي؟ قال: كنت أعتمد عليه في كذا وكذا وكذا. وكان أحد الناس الصالحين جالسا فقال له: يا هذا، إذا أردت أن تعتمد على أحد فلا تعتمد على أحد يموت، ما تجعلش كل همك واعتمادك على شخص إذا رأيت تسأل عنه في وقت من الأوقات يقال لك مات، لا يستطيع أن يعطيك إذا سألته، ولا أن يجيبك إذا دعوته، ولا أن يحقق لك مراده، لأنه انتهى من الحياة. توكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول الشاعر: إلجأ لمن لا يموت فإن أمرك يثبت، فإذا اعتمدت، فإذا اعتصمت بمن يموت فإن أمرك ميت. تعتمدش على ميت، الميت لا يعتمد على ميت، وإنما يعتمد على حي، وعلى حي لا يموت أبدا. كل شيء هالك إلا وجهه. الملوك يموتون، الأباطرة يموتون، الأنبياء يموتون، الأولياء يموتون، كل ميت، كما قال الله تعالى لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الأنبياء، كل الأنبياء ماتوا، والملوك وأباطرة الأرض، ذو القرنين، الإسكندر الأكبر، كورش، نابليون، كل جبابرة الأرض كلهم ماتوا. فرعون، نمروز، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، حينما أدركه الغرق قال: آمنت. أنه أين أنت من الإيمان الآن؟ ونجاه الله ببدنه بعد أن مات. كل ميت.
كما قال المأمون حينما أدركه الموت: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. وحينما أدركت هارون الرشيد المنية كان يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، كل الخلق ميتون إلا الحي، الحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم الذي يقوم بذاته ويقيم غيره، فكل شيء يقوم به، ولولاه ما قام شيء في الوجود، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كل ما في الوجود يقوم بالله عز وجل، لا قيام له من ذاته، لأنه في ذاته عاجز، لابد له من يستمد منه الوجود ويستمد منه الحياة، وهو الله القيوم. القيوم مبالغة في القيام، قيامه بنفسه وإقامته لغيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هو الذي يقوم بأمر الخلق، يدبر أمرهم جميعا، هو الذي يرعاهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم، ثم إذا نزلوا من بطون أمهاتهم أطفالا رعاهم ودبر لهم رزقهم في صدور أمهاتهم، ثم يرعاهم طوال حياتهم، يرزقهم، يرزق الأعمى والبصير، يرزق الحيوان والطير، يرزق الطير في وكناتها، الطائر الأعمى الكسيح يهيئ له رزقه وهو غير قادر على أن يطير. كل من في الوجود يرزقه الله، وهذا من قيومية الله سبحانه وتعالى، إنه يرعى الخلق جميعا. هذه هي عقيدة الإنسان المسلم، أن الخلق تحت عين الله تعالى ورعايته، لا يغفل عن أحد منهم ولا يسوى عن شيء من الأشياء. ولذلك في آية الكرسي يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من قيوميته ومن حياته الكاملة أنه لا يعتريه سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم، النعاس الخفيف، أول ما الواحد ينام تأتيه كده فترات يعني تهيئة للنوم الثقيل. فهو يقول لا تأخذه سنة، معنى لا تأخذه يعني لا تغلبه سنة ولا نوم، لا السنة الخفيفة ولا النوم الثقيل. وطبعا النوم نوع من الموت، كما قال بعضهم: الموت نوم خفيف، النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل، أو الموت هو النومة الكبرى، والنوم هو الموتة الصغرى. فالنوم نوع من الموت، ولذلك الله تعالى يقول: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. عندما ينام الإنسان فقد أصابه شيء
من الموت. الله سبحانه وتعالى حي حياة كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن كيف ينام وهو الذي يقيم السماوات والأرض؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يمكن أن ينام ولا لحظة واحدة. تصور وأنت تسوق السيارة لو غفلت لحظة واحدة، ربما وقعت في حفر، ربما كانت فيها نهايتك. أعرف بعض أصدقائنا نام وهو يقود السيارة لحظات انتهى فيها أجله. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينام، لأن مقتضى حياته وقيومته أن يظل راعيا لهذا الكون، مدبرا لأمره، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. حتى المشركون كانوا يعترفون أن الذي يدبر الأمور كلها ويقوم على كل شيء هو الله، يقول: أفلا تتقون؟ فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا لا تخصونه وحده بالعبادة؟ أفلا تتقون؟ الله هو الحي القيوم. الأنبياء جميعا كانوا يؤمنون بهذه الحقيقة. سيدنا نوح حينما كان يجادل قومه وهم يعبدون الأصنام ودا وسواعا ويعوق ويعوق ونسرا إلى آخره، ويقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وهكذا سيدنا إبراهيم يقول عن الأصنام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه من ظاهر القيومية: الذي خلقني فهو يهدين يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. هذه مظاهر القيومية. أين هذا من الأصنام التي ليس فيها حياة ولا تسمع ولا تبصر؟ سيدنا إبراهيم يقول لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ليس فيه أي مظاهر للحياة، تعبد جمادا كما قال في مقام آخر: أتعبدون ما تنحتون؟ ينحتون الصخر، يأخذون الحجر وينحتونه ويجعلون له وجها وأنفا وكذا، ثم يعبدونه ويتضرعون إليه ويسجدون له ويسألونه شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم. أي خلل هذا؟ فهذا الحي القيوم يرد على اعتقادات المشركين الباطلة، ويرد على كل ذي ملة ونحلة لا يعطي فيها الألوهية حقها. إن أكبر الفلاسفة على الإطلاق لم يعرفوا حق الإلهية. أكبر فيلسوف في العالم القديم، الفيلسوف اليوناني المعروف أرسطو طاليس، هذا الفيلسوف
هو يقول بالتأليه بالألوهية، ولكن الألوهية عنده يعني شيء، الإله لا يعمل شيئا ولا يريد شيئا في هذا الكون، ولا يعرف في هذا الكون شيئا، ولا يدبر فيه أمرا، لأنهم قالوا إنه هو لا يعلم، الإله لا يعلم إلا ذاته، إله أرسطو لا يعلم إلا ذاته، لا يعلم هذا العالم، عالم الكون والفساد، هو يعني أعظم من إنه يعرف هذا الكون، ولذلك لا يعرف فيه شيئا ولا يدبر فيه أمرا ولا يخلق ولا يرزق. أي إله هذا الذي لا يعرف في كونه شيئا؟ هذا أما إله الإسلام فهو هذا رب العالمين الرحمن الرحيم الحي القيوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر نزلت به شدة قال يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. هناك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الاسم أحيانا، وأحيانا يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، حي القيوم. وسألته ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله عنها عن دعاء تقوله عند الكرب عند الشدة، لا يخلو الإنسان من أوقات تضيق عليه الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه ويظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تشتد به الكروب وتحيط به الخطوب، يحتاج إلى أن يلجأ إلى ملجأ وأن يلوذ بملاذ، ليس هناك إلا الله. فاطمة قالت لأبيها علمني يا رسول الله دعاء أقوله عند الكرب، فقال قولي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي فأعجز، ولا تكلني إلى خلقك فيخذلوني ولا يستطيعون أن يفعلوا لي شيئا، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأنه كله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، احفظوه وقولوه ساعة الكرب، الكرب شخصك وكرب أمتك، وأمتنا دائما في حالة كروب في هذه الأيام، كرب الأمة أيضا ينبغي أن نلجأ إلى أدعية الكروب، أدعية الشدائد، نلجأ إلى الله نستغيث به، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لن يغيث لهفتك ولن يكشف غمتك ولن يفرد كربتك إلا مفرج الكروب وكاشف الغمم، ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله وحده هو القادر على ذلك. أما الخلق فهم أعجز من أن يغيثوا لهفتك، وإذا أغاثك شخص يوما فلن يغيثك في اليوم الآخر، القادر على إغاثة اللهفات وكشف الكروبات هو الله عز وجل الذي لا تنفد خزائنه،
ويده سحاء الليل والنهار. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الله لم يدع خزائنه للناس لأن الناس أحضرت أنفسهم الشح، لو ترك الأمر بأيديهم لهلك العالمون جوعا، ولكن خزائن الله في يدي الكريم البر الذي لا يبخل على عباده بشيء ولا يضن عليهم بشيء، وهو أرحم الراحمين وخير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغيث لأنفسنا ونستغيث لأمتنا، نستغيث لأمتنا أن تفرد عنها ما نزل بها، أن تجمع كلمتها وقد تشتتت، أن تجمع كلمتها على الهدى وقلوبها على التقى ونفوسها على المحبة، وقد أصبح بعضها يقاتل بعضا، أصبح بعضهم يسفك دم بعض. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أن تعود هذه الأمة إليك، إلى بابك، إلى ساحتك، إلى عتبتك، تستغفرك من كل ذنب وتقول ما قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.